مباشره برضو نروح بالمره لقطر وزميلنا كريم احمد ولقاء من غرفه الملابس ورصد اصداء الفرحه بعد المباراه والكابتن رامي ربيعه. رامي ربيعه كابتن النادي الاهلي واللي روحه كبيره جدا الحقيقه. رامي مبروك رامي، اخلاص وتركيز كبير الحقيقه كان واضح في التدريبات أفشا. وربنا كلل مجهودنا بالنجاح. حابب تقول للقفشه وكل اللعيبه، كل اللعيبه الحقيقه ادت اداء مميز جدا. ايه الله يبارك فيك يا حبيبي، مبروك علينا. طبعا زي ما انت شايف الروح الجميله زي ما قلت لك قبل كده. يعني في موقف حصل غريب كده سريع، يعني الواحد ما كانش كان مركز، ده دليل ان اللعيبه كلها مركزه في الماتش. ان السولية اتصاب على طول، انا جابني من بره الملعب على طول، فهو انا يعني الحمد لله ان الواحد كان مركز شويه في الماتش، ودخلت في الاجواء ان انا بقى بوجه زمايلي وزمايلي كلهم كانوا مركزين وقدرنا نعوض الجون اللي دخل في الاول. فالحمد لله يعني البطوله دي بالنسبه لي الجماهير النادي الاهلي يعني طول عمرهم سبورت لينا وواقفين في ظهرنا، فاحنا دايما بنبقى يعني مبسوطين بالدعم ده. وزي ما انت شايف الجنان اللي هم فيه دلوقتي، انا عايزك تاخدش في الجنان ده. حتى ديانج، بص ديانج بقى بيغني. مبروك يا رامي من جديد، وان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل. ديانج ليفت. بص شو اتفضل يا عم، بص يعمل ايه. السوليه وفقدان السوليه حقيقه قائد في الملعب، يعني كل تاثر نفسيا اكيد يا رامي بهذا الامر. السوليه لعيب كبير جدا جدا جدا، بس زي ما قلت لك الاهلي ما فيش فرق بين كبير وصغير، قائد مش قائد، النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي. يعني من غير جمهور النادي الاهلي يعني ده اللي بيوقفنا على رجلينا والله. فمبروك لجماهير النادي الاهلي ومبروك ليا الرابعه، ويعني انا ووليد سليمان يعني الحمد لله الحمد لله الرابعة علينا السوبر. فعقبال اللي جاي ان شاء الله، وعقبال جميل النادي الاهلي العظيم ان شاء الله. مبروك يا روميو.